مرحب بالجميع. هاي اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بفيديو جديد. اليوم حنتكلم عن السلاحف البرية. بس قبل ما نتكلم عن السلاحف البرية، امبارح سوينا فيديو عن تربية الصراصير واجاني مكالمات ومسجات كثير من الشباب، وكثير كان يسأل من الصراصير. عندي الحرمة عذبتني وأبي صراصيرة بشردها من البيت. عندي المديرة ملعوزتني ما تعطيني إجازات، أبي صراصيرة أحط لها في المكتبة بشردها. فنقولكم يا جماعة، صراصيرنا متربيين، صراصيرنا بس للاستخدام الحيواني مش للتفريع البشري. اليوم حنتكلم عن السلاحف. السلاحف البرية، عندي الانديان ستار تيرتل وعندي السوركاتا. حوريكم اليوم كيف ننظف السلاحف ونخليها بشكل جميل، لانه السلحفاة اذا خليناها بهالشكل هذا يكون شكلها يعني قبيح وكذا، والناحية الجمالية مالها تختفي. فحوريكم اليوم شلون ننظف السلحفاة وكيف حيكون شكل مختلف. حنستخدم فرشاة وماي ونغسل عادي. السر مو في عملية الغسل، يعني حيكون في المرحلة الثانية بعد الغسيل والتنشيف. طبعا نشيل الوسخ الرمل. طبعا الانديان ستار تيرتل من السلاحف الجميلة جدا والغالية، تعيش في الهند. وفي نوع ثاني شبيه منها اللي اسمه سريلانكان ستارتر. اوكي، بعد ما نظفناها اوكي هننشفها والسر في الزيت اللي هستخدمه اللي هو اللي يسمونه فرنيتشر وود اويل. هذا الفرنيتشر وود اويل يستخدم في تلميع الاثاث الخشبي. ممكن انتم تلاحظون كيف صار شكلها جميل. وعندي طبعا انا هنا النوع الثاني اللي هو السوركاتا. طبعا هذا من السلاحف الافريقية، يوصل حجمه تقريبا ل 80 سنتي ويصير وزنه تقريبا لحد انا شفت الوزن الكبير اللي انا شايفه اكبر وزن، يعني تقريبا 80 كيلو. من السلاحف العملاقة اللي جدا. والحين حوريكم كيف حيصير شكلها. هنحط الاويل مثل ما انتم شايفين اختلف شكلها كيف كانت قبل وكيف صارت الحين. واتمنى انكم استفدتوا، ونشوفكم في فيديو ثاني معلومات ثانية مع كناري لاند.